السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في يوم جديد وميل بريب سريع. اليوم تقطع عندنا الضو نهار كامل، كنت باغا نسجل الفيديو في الصباح بالقانا وبشويه عليا، ولكن حتى لدابا راه دابا الخمسة عاد جا الضو. المهم قلت غادي نسجل معاكم بسرعه الضروريات وصافي. دونك البرنامج ديالنا لهذا الاسبوع غادي ندير سوشي، لان يعني بنتي كتحماق عليه وطلباتو ليه هذه مده، قررت اليوم نديرو. غندير همبرغيسات في الفران ديال دايما، غندير فخيضات ديال الدجاج حتى هما في الفران، وغادي ندير لاكول ديك الكول الصغيرة ديال بروسيلاس مع سباراغوس في الفران، وغادي ندير دائره كالعاده طورتيه ديال لي زومليت ديال البيض نديرهم في الفران. بقاو معنا. المهم البنات غادي نشرح لكم دغيا دغيا. هنا درت الكفته، راه درت لها شويه ديال القزبور والمعجنوس والبصله محكوكه، الفرماج والعطريه اللي كنستعمل، وشويه القرعه محكوكه باش ندير فيها شويه ديال الخضر. كما العاده غادي نديرها على شكل همبرغيسيتاس ونديرها في الفران. هنا عندي فخيضات ديال الدجاج بطبيعه الحال حكيتهم مزيان بالملح والحامض وفلحتهم على هذا الشكل باش يدخل لهم الطياب دغيا دغيا. هادو كانوا عندي في الكونجيلاتور جبتهم وغسلتهم مزيان، وغادي نديرهم حتى هما في الفران بهاد الشرموله، حتى هي فيها الثومه والقزبر والمعدنوس والبصله وشويه ديال العطريه دايره الشاويه والبزار والسكينجبير وشويه ديال العطريه الدجاج ومعلقه ديال الزبده حتى هي وزبيده بلديه. غنشرملهم ونديرهم في الفران. هذا سباراغوس لقيتو اليوم في تريديرو، كيقولوا له هكا راه طريخ دادر. ها نتوما راه كتشوفوا، ها نتوما عامرما، هذا غزال وصحي ولكن عندنا حنا شويه غالي. غادي نديرو في الفران حتى هو مع شويه الزويته والملحه وشويه ديال البزار والكمون وهذا، ونديرو في الفران مع هادي هاد الخضيره. هنا غادي ندير لومليت ديالي ديال البيض كما دائما، ها نتوما غادي تشوفوها معايا. وهنا غادي ندير السوشي. السوشي انا شريت له الروز خاص ديال السوشي من ميركادونا، هذا رخيص، هو شريت نص كيلو غادي يكفينا ويزيد. غادي ندير معاه البيبينو، هادو كانغريخو، هذا الحوت ديال كانغريخو راه كيتباع هكا، وهذه واحد لافوكا، لافوكا راه عندنا طالع للسما بالثمن. هذه الوحيده اللي لقيت شويه، الاخرين عندي خضر، هذه اللي شويه طايبه. وهذا الخل ديال الرز كنشريوه من الحوانت ديال تشينوس ولا من كارفور ولا، وكنشريو هاد الورقات ديال كيتباعوا في ميركادونا، كيجيو 6 ديال الورقات يمكن بأورو 50 ولا. والعطريه اللي كنستعمل انا هي هذه الشاونيه، الابزار، الكمون، غادي ندير شويه ديال الزيت ديال لافوكا في هذا في الخضار في الدجاج في كل شيء، والملحه بطبيعه الحال الملحه الرصاده. هذا ميل بريب مزروب، ولكن المهم نوجدوا شويه ديال الماكله اللي نلقاوها في السيمانه ونأكومبانيوها بأون سالاد طورتيا. المهم كاين بزاف باش نأكومبانيو الماكله. ها نتوما معنا، ودابا ها نتوما كتشوفوا راني بديت كنشرمل الدجاج، الشرموله راني ذكرتها معكم، كنشرملو كامل باش دخل فيه داك القوام، ونديروه في الفران، نغطيوه ببابي الفيلم بابيل ديال الفران، ونديرو لو بابي الومنيوم ونديروه في الفران. ما كيدوزوش 30 دقيقه كيطيبو دغيا، كيوجدو كيجيو غزالين في الفران شهيين بزاف. نتوما كتشوفو ديك الشرموله كامله غادي نديروها. بنتي راها كتعاون حتى هي اليوم. صافي نخليهم يشربوا شويه في داك القوام، وغادي نهز ديك الكفته اللي كنت ديجا وجدت، غنديرها كويرات على شكل همبرغيسات صغار، كنديرهم في الفران حسن كيجيو ناشفين، ما كيجيوش ميدبين بالزيت، ماشي بحال فاش كنقليوهم في الزيت كيجيو باربيكيو. صافي انا غادي نديرهم كاملين كويرات ونديرها في الفران باش يطيبوا مع بعضياتهم في الفران. من
قلنا درت هنايا الكويرات، كنشكلهم كويرات. هاد المره راه تفكرت تفكرت الليغون ديك المره في التقديه وانا ناخذهم، ما كنبغيش نحادي اللحم ولا الحوت بيدي. دائما كتعرفوا بنادم خصو ينظف يدو مزيان. صافي غنديرهم الفران 30 دقيقه. صافي دابا نبداو السوشي. هذا الرز دائما راه درتو نص كيلو كامل، كيجيو 3 طويصات. دائما كنغسلوه مزيان حتى كيتحيد له داك الطحين ديال سميتو البيض ديالو، ما كيبقاش كيرخي داك الماء بيض. صافي. والقياس ديال الماء في كل كاس ديال الرز 2 كيسان ديال الماء. هذا الرز دغيا كيطيب، كيوجد دغيا دغيا. صافي هنايا انتقلت ندير الطورتيلات ديالنا ديال الفطور بالسبيناكا ولي طوماط سوغيز. بنتي راه صافي تعلمات دير الاومليت، هي يا دي اليمنى طبيعة الحال. راها كتصايب كتهرس البيض، وانا كنت كنوجد طابر وقطعت سبيناكا لي زيبينار. كنزيد في التورتيه شويه ديال الناطا، هذيك كانت عندي في القرعه، هاي كتخوض طاح لها على برا، ولكن مع ذلك راه مزيان، ما عندي ما نسالها. هايك خلطات كلشي، درنا داك سبيناكا بطريقه عشوائيه، يعني ماشي تنقطعو ونعدلو ونصايبو. المهم هذا راه ميل بريب خفيف وظريف وسريع، لان دارها بين الضو. انا قطعت لي طوماط سيريز، وهنايا راه انا وياها كنقول لها خليني نعاونك بنتي، راه غادي تدفقوا لينا، راه تدفق دنينا وحده. صافي. وكنديروهم مليحه شويه البزار اللي بغيتو نتوما ديروا لهم. كنديروهم في الفران حتى حيدت ديك الكفته والدجاج، عاد درت هاد دغيا دغيا. كيكون الفران سخون كيوجدوا في 5 دقائق. صافي. وندير لهم الفرماج من الفوق ونديروهم في الفران، كيدوزوا لي 5 ل 10 دقائق من الفوق ومن التحت، كيطيبوا كيوجدوا. كنحيدهم. صافي. هادو الفطور جاهزين غزالين وسريعين وصحيين. دابا هنايا هذيك الخضره اللي قلت لكم بطريقه سريعه، كندير شويه الكمون، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. بغيتو ديروا شويه ديال السودانيه، انا رزتها من بعد شويه ديال السودانيه. ودرت الزيت ديال لافوكا، اول مره راني كنجربها الصراحه. هي غاليه شويه ولكن الصراحه لذيذه 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 بزاف. صافي. دابا السوشي شنو غادي نوجدوا له؟ نوجدوا له لافوكا، الفكوس، وهذوك سميتو الخل، هذا الخليط الخل ديال الرز مع شويه ديال السكر، 2 حتى 3 د المعالق مع شويه ديال السكر وشويه ديال الملحه. نخلطو مزيان باش فاش نحيدو الرز يوجد نسقيوه بهذا الخليط، كيعطي واحد المذاق زوين. هذا الرز راه بطريقتنا حنا منزليه، ماشي تنكونو بروفيسيونيل عاد ناكلو السوشي. بنتي كتحماق عليه، والصراحه ديال السوق غالي بزاف، دونك كنوجدوه حنا في الدار. ها هي درت داك الرز يبرد، سقيتو بداك الخل ديال الرز ومليحه وسكر. صافي حتى كيبرد مزيان، عاد كنبداو نهزو الوريقات. راه الوريقات كيجيو جاهزين، كنقلبوهم من الجهه الحرشه، وكنبداو نطلقو الرز مزيان 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 حتى كنفزقو بيدينا باش ما يبقاش كيتلصق، لان راه كيكون معجن بزاف وكيتلصق. غنطلقوه مزيان كما كتشوفوا. صافي. وكديري الخليط اللي بغيتي، البصل، هذاك البصل الفريت. انا بنتي كندير لها داك الكانغريخو، راه كيتباع هكذاك جاهز، حيدتو من الكونجيلاتور. لافوكا والبيبينو، بغيتو ديرو خيزو، بغيتو ديرو اي حاجه بغيتو تعمروه بها كديروه. انا كان عندي السالمون، ولكن ما بغاتش بنتي نديرو لها بالسالمون، انا ما حاليا ما كناكلوش الرز. دونك ها هو ساهل ماهل. انا درت واحده اخر عاوتاني، غنديرو فيغان، غنديرو غير بالخيزو والزيتون والزنجلان، كيجي رائع البنات، رائع الصراحه. غير زعما ديروه راه وصحي، عاوتاني صحي. صافي. بالخليط اللي بغيتوه، هنا درتو بالزنجلان
وبالافوكا والفكوس، والزوج ديالي دار خيزو محكوك زدناه من الفوق مع الزيتون. هذه واحدة اخرى ديال الكانغريخو. صافي كنلويو بطريقه سهله، غير كتلوي راه ديك الشبيكه كتعاون بزاف باش كتلويه، يعني اي واحد غادي يديرها ضروري تكون عندكم ديك الشبيكه. وهذا الثالث راه فيغان، ها هو اللي بغى يدير شي حاجه كيديرها. هذا سوشي منزلي عائلي بامو. مهم يلو الزيتون، كل واحد كلاه على الذوق ديالو. كنلويه بطريقه سهله سهله مهله، كنلويو وكنزيرو. صافي، وهو هذا البنات راه حنا وجدنا بعض المأكولات لهذا الاسبوع، خفيف وظريف يعني سريع، دارها بينا الضو هذا النهار. اش غادي نقول لكم؟ المهم هنايا هي ديك الخضره ديالنا صوطي في الفران، كتجي غزاله وسريعه. هنايا السوشي ديالنا ها هو قطعناه، هذا فيغان وهذا بالكانغريخو. طورتيطات ديالنا ها هما واجدين، قطعنا هنايا شويه ديال لاصالاد باش نلقاوها واجده، اكومبونيوها مع الخضره مع الدجاج مع الكفته. هاد الدجاج عاد خرجتها من الفران دابا، وهنايا الكفته سامبورغيسيتاس ديالنا اكومبونيوهم مع الرز مع باستا مع سلطه مع مهم الضروريات راهم واجدين. وهو هذا قبلوا علينا الحبيبات ديالنا، اليوم كلشي مزروب الصراحه. الاسبوع القادم ان شاء الله نديروا ميل بريب كامل متكامل من الف حتى الاخير. وهو هذا كنشكركم بزاف المنخرطات والمنخرطين الجداد معنا في القناه طاوله الطبخ مع لطيفه وسعيده. شكرا لكم بزاف على المشاهده وعلى التشجيع وعلى لي كومونتير ديالكم، كنشكركم بزاف بزاف. وهو هذا الى الاسبوع القادم ان شاء الله مع فيديو مقبل جديد مليء بالحماس والنشاط. يلا مع السلامه.